والحقيقة أن الدولة المصرية خلال الفترة اللي فاتت قدرت أنها تطور مكاتب التموين وتحولها لمراكز خدمة متطورة عشان تسهل الخدمات المقدمة لأصحاب البطاقات التموينية والقضاء على الطوابير قدام مكاتب التموين. المراكز دي تم تزويدها بكل الأجهزة الحديثة، ده غير طبعا تدريب وتأهيل العاملين فيها من خلال التعاون مع جامعة القاهرة. عشان نعرف تفاصيل أكتر هنتابع هذا التقرير. قدرت الدولة المصرية خلال الفترات اللي فاتت تطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متطورة بتشتغل بس على خدمة المواطن. من هنا تم تطوير وتشغيل حوالي 370 مركز خدمة متطورة في المحافظات المختلفة. تطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية جه بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأصحاب البطاقات التموينية والقضاء على الطوابير قدام المكاتب وفقاً للخطة اللي وضعتها الدولة المصرية للنهوض بالمكاتب وتزويدها بكل الأجهزة الحديثة، ده غير تدريب وتأهيل العاملين من خلال التعاون مع جامعة القاهرة. وفي الوقت الحالي بيتم تطوير كل مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متطورة على مستوى الجمهورية، ويمكن أكتر حاجة بتميز المراكز دي إنه بمجرد دخول المواطن مركز الخدمة بيكون فيه موظف استقبال، وهنا المواطن بياخد رقم تسلسل وبينتظر على المقاعد المخصصة للمواطنين جوه المكتب، بعدها بيتوجه لموظف استلام الأوراق وفقاً لرقم التسلسل الخاص بيه من على الشاشة الإلكترونية، وبيقوم الموظف بإعطاء استمارة لملء البيانات الخاصة بيه ثم استلامها منه مرة تانية مرفق معها الأوراق المطلوبة لتسجيلها على النظام الإلكتروني لمنظومة البطاقات التموينية. بعدها بيتم إعطاء المواطن كعب الاستمارة مكتوب عليها رقم الطلب الخاص بيه علشان يقدر يستعلم عنه في أي وقت لحين حصوله على الخدمة، سواء كانت استخراج بطاقة تموين بدل تالف أو بدل فاقد أو أي خدمة تانية، خصوصاً وإن مدة حصول المواطن على الخدمة دلوقتي من 10 ل 15 دقيقة.